الآن كانداكيز مع وئام كمال الدين. ريم الرفاعي. وفاطمة التجاني. أهلا بكم. مساء الخير عليكم مشاهدين الكرام. وفي حلقتنا الليلة يمكن إحنا كل الموسم ده كنا بنحاول إنه نرسم لوحة لشكل أحلامنا، لشكل سوداننا ولشكل مجتمعنا ولأشكالنا نحن ذاتا من جوا. رسمتك لوحة زيتية، بيوت من طين وقطية وخشم، كل باب تبلدية، شدرة نيمة حاضنة القيف، فوق للغصن قمرية، وفي طرف الغموض ظهرت شمس في قاعدة ضحوية بين واطاتنا والآفاق، طريق النيل وفوق البال طيوف مشرع، وفي الخاطر معدية وعشيشة خوص، وفي الركن البعيد فانوس ننور به معادية المغربية. حال دنيانا ساقية الدور، تشيل من نيل نغن وتريد تلاقي القيفة مرمية، وتشيل من نيل نغن وتريد تلاقي القيفة مرمية، وتشيل من نيل نغن وتريد تلاقي القيفة مرمية، بين النيل وبيت الطين وبين الساقية والقطية والشدرة وعشيشة الخوص مساحة حب وحرية. إطار اللوحة كان واحد، خشب أبانوس منقوش نكشة نوبية، محل اللوحة أفريقي وحروف توقيعه عربية. برغم اختلاف النسبة والألوان بشوف اللوحة سحرية، معلقة فوق جدار الروح وفي واقعنا منسية. وسألتك بالذي سواك لوحة تمثل الأجمل، سألتك بالذي نحتك تصاوير لوطن في الروح يا أعظم جدارية، هل ما زال عندي أمل؟ الفن شباك، شباك بطل على المجتمع، بيحكي أحلامه وآماله وطموحاته وبيعكس واقعه. والفن ما بس لغة تعبير، الفن كمان لحظة توثيق الحدث الإنساني، لحظة توثيق الحدث الإنساني ما بين خليل الفرح الأدبراوي والشفيع وغيره من الفنانين الكتاب والرسامين. اترسمت ملامح وطن، وطن بكل تنوعه واختلافه وجماله. الفن دور كبير جدا في أنه يرسم شخصية الفرد، يرقي التعاملات المجتمعية، يرقي مجتمع بكل أصنافه بكل أنواعه بكل فئاته. كمان الفن عنده مهمة تانية عظيمة جدا، إنه بنقول لك الثقافات ما بين شعب للتاني، بنقول لك أحداث ممكن تكون حصلت في تواريخ وأزمان قديمة جدا. لما تشوف الأعمال الفنية نتجت في الوقت ذاك تعرف شعور الناس كان شنو، أحاسيسهم كانت شنو، مشاكلهم كانت بتواجههم شنو. إحنا اليوم في حلقتنا حنحاول إننا نلقي الضوء على بعض المبادرات الفنية الشبابية في السودان، في الخرطوم وفي كمان أنحاء مختلفة، عشان نعرف مع بعض تأثير الفن ده كيف، وكيف نقدر ننقل إحنا ثقافتنا، وكيف نقدر نعبر عننا وبكل الحرية اللي إحنا تكلمنا عنها نقدر نوضح فكر وثقافة وكمان كيان. فدي حلقة اليوم من كانداكيز، وفيها عدد من المبادرات، أولهم مبادرة يلا خرطوم، حنتعرف عليها في الفيديو الجاي ونجي نحكي عنها. Also Yalla ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich treffen, gemeinsam Jugendkulturen und Urban Arts zu fördern und zu feiern. Und das in einem Kulturaustausch zwischen Deutschland und dem Sudan. Für mich ist es eine einzigartige Erfahrung gewesen, weil dort etwas zusammenkommt, ein Community, was es bei uns nicht mehr gibt. It's about how to work as a group. There is good moments, there is bad moments, but at the end, all people here in Khartoum, this is the success of this project. Mm-hmm.
Nur Herz, also ehrlich. Die Eltern kommen zu mir und sagen, mein Kind ist so glücklich, wenn es nach Hause kommt. حاليا نحن قدرنا ممكن نقول نحن نجحنا او وصلنا الرساله بشكل واضح. Und es ist natürlich ein unglaublich tolles Projekt und man lernt selber nochmal ganz viel über seine eigene Arbeit auch zu reflektieren, was man eigentlich braucht und was man nicht braucht und was es eigentlich bedeutet, Künstler zu sein. Immer wenn man was vom Sudan hört in den internationalen Medien, ist es jetzt nicht unbedingt Kunst und Kultur, sondern Politik und andere Sachen. Und um Leuten auch außerhalb des Sudans zu zeigen, was es hier eigentlich noch gibt, wie divers das Land ist, wie viele Ideen, wie viel Kreativität hier drin steckt. Deswegen machen wir das. دي كانت ملامح من مبادرة يلا خرطوم، ومعانا من داخل الاستوديو غسان البلولة، واحد من المشاركين في مبادرة يلا خرطوم. مرحب بك غسان. مرحب بكم، منورنا الليلة، كيف أخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. عايزين نتعرف على يلا خرطوم من خلالك أكثر، وليه الخرطوم بالذات من دون المدن، والاسم اخترتوه كيف؟ أيوه سؤال جميل. رحب بكم أنا ذاتي أول شيء ثاني. هي مبادرة انطلقت لها 3 سنين مع جديدة. مبادرة طوعية، كل المشاركة فيها طوعية، بدير مكتب البرامج بمعهد جوت الألماني جوت انستيتيوت، وبدت في مجال الموسيقى والسكيتنج التزحلق يعني. بعد ذاك انضاف ليها الفن التشكيلي، استمرت من 2013 بدينا، 2014 2015 2016 وهسه بقت جسم غايم بذاته يعني. ما شاء الله ظريف جميل شباب. طيب فكرة المبادرة جات من وين والمصاعب اللي لاقتكم شنو؟ هي طبعا المبادرة اصلا هي ملتقى شبابي. بدت بملتقى شبابي بحيث انه تلاقى افكار مختلفة، ايضا كان في مشاركة من فنانين المان في الموسيقى وفي التشكيل وفي التزحلق بعد التدريب وكده في نادي، دي كانت في نادي السجان الكلام ده بتاع التزحلق، وكان الموسيقى بتتقام كونسرت بعد ورشة بيتفاعلوا فيها ويتبادروا الخبرات مع بعض، وبعد ذاك يقدموا ليالي خلال المبادرة، ونحن كنا بننتج أرت للمجتمع يعني في الشارع، فجداريات ورش كانت في نادي السجانة صغيرة صغيرة بتاعت مهارات في الرسم في كده، وفي النهاية كل المعرفة دي الناس اتعارفت مع بعض وقررت بعد 3 سنين دي مع جوت انستيتيوت انها تبقى جسم غايم بذاته وتسجلت كانستيتيوت معهد يعني معهد قايم بذاته. طيب انت هسه قلت انه كان يعني في معاكم المان مشاركين وساعدوكم، فقدر شنو التحامكم بالثقافات الخارجيه اضاف لكم في المبادره؟ بنكون نحن اضفنا لهم اكثر غالبا، لانه هم كان بالنسبه لهم يعني دائما بيجوا كثير يعني من كليه الفنون في كده بيجوا، فبيتخلعوا بالثراء اللي احنا فيه والثقافي ده يعني والتنوع الكثير ده. طبعا انت الحاجه اللي واختلاف الثقافه بيخليك تفيد وتستفيد. تفيد وتستفيد. استفادتنا نحن كانت ممكن تكون تقنيه اكثر، لكن يعني من ناحيه حوار ثقافي في المساله ذاتها نحن كنا دارين نبرز
حاجاتنا أكثر يعني. شاركتوا بشنو في كان في موسيقى في المتحف القومي، كانت كل الفعاليات بتكون في المتحف القومي وفي الساحة الخضراء. كان في موسيقى، الموسيقيين لغتهم شوية مختلفة طبعا في المسألة دي، فهم كان استفادتهم أعلى يعني مع بعض. نحن فنانين تشكيليين طوعنا إن نرسم مساحات على الشارع وتتناول موضوعات مختلفة، في اللي تناول بورتريتس أو وجوه شخصية لأشخاص معروفين زي الطيب صالح، عبد الله الطيب، في اختاروا يرسموا جرافيتي أو فن الحائط بتاع الشارع المعروف ده في نادي السجانة، لو شفتوه بتلقوا النادي من الداخل كله مختلف تماما يعني. لا أنا ما في موضوع واحد، كل زول بموضوع، ما كان في يعني ستراكشر معين أو شكل معين عشان يمشي بين الناس، لا كان أي زول بأفكاره. الهدف كان شو من المبادرة كلها؟ من المبادرة دي كان إنه الشباب ده يتمازجوا في الأول ويتفكروا مع بعض في إنه الأرت عندنا في السودان، الفن عندنا في السودان ده ممكن يظهر بطرق أخرى. يعني لو شفت المواعين الموجودة عشان أنت تبرز منها الفنون شوية ما فيها نشاط يعني، أو ما نقول ما في كله لكن ما في، ما ملاحظ يعني ضعيف. لو في ممكن أنت تقوم بتقول لي واحدة. طيب أنت تكلمت عن تشكيليين وعن فنانين، وأنا شفت يمكن لوحاتكم في الشارع غيرت وجه المدينة تماما وبقى شكلها جميل شديد. بتختاروا الناس كيف؟ يعني أي زول بيعرف يرسم وعنده موهبة ممكن ينضم لكم ويجي يلوي معاكم الحياض بتاع شوارع الخرطوم ولا دي عندها كذا؟ أنا واحد من الناس انضميت كده يعني، شفت المبادرة موجودة بدو الناس تتكلموا عنها انضميت. أنا حقيقة بصمم يعني، بصمم لجوت انستيتيوت، لكن من شفتها في مجالي في الرسم في حاجة بادية قدمتها بتقدم بيفتح تقديم، ناس بتقدم المعروف خلاص معروف، والما معروف بتشافوا إنتاجه شنو وصل الأرض، ما فيه مجاملة وكده يعني ما بتشوفها كده هكذا. يعني انت قلت اخترتوا صور لشخصيات معروفة مثلا زي الطيب صالح، في ناس رسمتها وفي ناس رسمت بالجرافيك حاجات بتمثل الشعب السوداني وثقافتنا وكده، ليتمدى حسنا السوداني بينعكس على الفنون ممكن ينعكس خارجيا؟ والله بينعكس. اول شيء نحن المفاجأة كانت في انعكاسه داخليا يعني، ده اللي كنا نحن دارين عين له، انه انت زول واقف بيرسم 3 يوم في الشارع بمروا به يعني. مثلا في مجموعه رسمت لو شفتوها في النادي الالماني بشارع المطار شارع افريقيا، انا كنت في نص الخرطوم في 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 مبنى في نص الخرطوم في شارع عطبره، في مجموعه ثانيه كانت في نادي السجانه، في زول ثاني كان في مدرمان او في الصافيه، فكنا في حتات مختلفه، فبتلقى التفاعل شديد يعني. حتى اكلنا وشرابنا مرات بيكون من الناس المارين ديل بيجوا برنامج كده يعني، فلقينا في تفاعل شديد. في نفس الوقت كان غرضنا انه مكثف الميديا جدا بحيث انه الحاجة دي تتشاف، لانها هي في النهاية منتج لازم يتعرض يعني. وستيل اللوحات دي موجودة والناس بتتفاعل معها خارجيا، لقينا تفاعل. الفنان عنده دور عموما تجاه وطنه، وانتم كفنانين تشكيليين الحاجة اللي عملتوها دي جميلة جدا يعني. انا كنت بقول دائما حوائط الخرطوم واسعة وكبيرة وتستحمل فن، لكن بتلقى مكتوب فيها سحاب، بس دي الكلمة الوحيدة الفن يعني الجرافيتي الموجود عندنا كلمة سحاب لأرقام مختلفة جدا. فلما تجي مرة في نص الشارع تلقى لوحة مرسومة بجمال وبدقة وبإتقان لواحد من الشخصيات السودانية البارزة، الحاجة دي بتأثر في نفسيتنا إحنا كمشاهدين لها تماما يعني، أثر كبير جدا نفسي، بتحس بأنك أنت مبسوط ومعتز بالحاجة اللي أنت موجودة دي. فده ممكن يكون من واجبكم، فواجبكم أنتوا تاني تجاه الوطن إنكم تعملوا شو عشان تأكدوا وطنكم. إحنا بدينا مبادرة صغيرة يعني بصراحة كده، بس اتسجلت كجسم قائم بذات وعلى أساس إنه يقدر يضع برامج في كل المجالات اللي قلت عليك دي، وهو في النهاية المركز ده ما 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 فن وثقافة صحيح. يعني حيضم بعد شوية مواعين تانية بحيث إنه يكون في وعاء أشمل، إنه أنت تطلع حاجة تعرضها تأخذ كل الجوانب، رياضي ثقافي كله تطلع في قالب واحد. طيب يلا خرطوم هاشتاج، يلا خرطوم الفيديوهات، دارين حيطة لواحدة من الرسامات يعني شايفاكم في السوشيال ميديا كثير، وأنت يمكن ذكرتها السوشيال ميديا. بتعتبر إنه نجاحكم أو نجاح أي مبادرة بيعتمد على تكثيف الشغل في السوبر في السوشيال ميديا عموما بيعتمد في وسائل التواصل الاجتماعي؟ جزء ما شيء ما، لكن في الاول بيعتمد على الـ على الـ على البرنامج ذاته. اذا هو انت ممكن تضخم اي حاجه بالسوشيال ميديا، لكن لو ما في التفاعل ده في نهايه السوشيال ميديا بتعرض التفاعل ده، يكون في زول ثاني يتفاعل معك. لو المنتج ده هو ما 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 جدير بانه يتفاعل معه زول، ما حيلقى تفاعل. وكان الحمد لله لقى تفاعل كبير يعني، كبير شديد. هو عموما التفاعل ده ما بس كان في شكل الاعجاب باللوحات او بالعمل اللي انت بتقدمه،
انت جبالي تكلمت انه انتوا نزلتوا الشارع وكانت الاكل مرات بيجيكم من الناس، الشكل ده غريب على الناس، غريب على المجتمع السوداني انه نشوف زول ماسك الوانه وحاجاته وطالع في حيط وبيرسم. الاستغراب ما كانوا بيسالوكم انتوا بتجوا تعملوا شنو؟ ما كان يعني شكل التفاعل اللي كان في الشارع في نفسه الأسئلة. ما بس مع شكل اللوحه، مع التصرف ذاته، مع المبادره والعمل. كثير الاسئله، وكان الناس بتجاوب بنفس العمل اللي بتعمل فيه، احنا جايين دارين نلون الخرطوم، والناس افتكروا انه حنستمر نلون كده لحد هسه طبعا المفروض ويا ريت يعني لو كان كده. صعوبات كانت في انك تجد مبنى كيف، اما صعوبات يعني من ناحيه تسهيلات او اذنات او كده ابدا ما كان، بالعكس كان في يعني كان في حاجات احنا ما متوقعينها تحصل حصلت يعني اكثر. طبعا ما كان بس البرنامج ده تشكيل، بتعرفوا فرقه اسمها سلوتيا البنوت، هي نتاج يلا خرطوم برضو، وبقت حاجه برضو بذاتهم هسه هم معانا في 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 التكوين ده. طيب الكيان الجديد يلا خرطوم بادي بدايه جديده، وزي ما قلت فيه عدد من المتطوعين، الفعاليات الجايه شنو نتوقع؟ ان نشوف شنو، نشوف حيط اكثر، نشوف موسيقيين اكثر، شكل الفن حيتقدم. نحاول نمشي لحته انه ننتج يعني فيستيفال مهرجان او في افكار كثيره. طبعا احنا ده بس الكلام ده من يوم الخميس يعني من يوم 3/8، فالافكار هسه بتتخطى وبتتوضع لها خطط انها تتعامل بها، وفي نفس الوقت لازم نمشي برضه في حته تتمول كيف وكده، وده كله شغل بتاع اداره ثقافيه. يعني احنا خاتين ناس يعني جربوا في الاداره الثقافيه كويس، والناس دي كلها متطوعه طبعا، وبعد ذاك بتتخطى برامج والناس تسعى لتطبيقه يعني. طيب هدفكم انتم المبادره الجديده شنو؟ المبادره الاولى كان هدفها انها تربط الشباب مع بعض، الفن للمجتمع. انه شنو؟ الفن للمجتمع. يا سلام. بكل حلو. بكل اشكال، موسيقى سواء كانت تزحلق او الفنون بتاعت المناطق المفتوحه كلها او التشكيل. احنا شاكرين لك جدا وجودك الليله معانا، والفن للمجتمع والفن للجميع يمكن دي عباره عظيمه جدا ولخصت يعني كل الكلام اللي ممكن يتقال في يلا خرطوم. ان شاء الله نقدر نحقق الهدف، ولسه نحن زي ما قلت لك في طور بناء، فكل الحاب ينضم للمبادره وعنده افكار حقيقيه يقدر يصلنا بها موجودين في الصفحه بتاعتنا الرسميه في فيسبوك وفي ويب سايت يلا خرطوم دوت نت، ونريد الناس تتفاعل معنا وتشارك ان شاء الله. تمام، دي كانت يلا خرطوم. هنطلع فاصل اعلاني وراجع لكم ثاني من جديد، خليكم قريبين. اهلا من جديد بكل المتابعين لبرنامج كنداكيز، وحلقه اليوم عن الفنون وكيف ممكن نوظف الفنون دي في خدمه المجتمع. مبادرات كثيره جدا، منها كان مبادره يلا خرطوم، والمبادره الحاليه هي مبادره جمعت عدد مقدر من الشباب الإيجابي في مختلف المجالات، هدفهم النهضة بالمجتمع في مجالاتهم. الشباب ديل قاموا بالمسؤولية تجاه صوت الشباب في البداية، إنه يوضحوا صوت الشباب ده ويوصلوه للمجتمع بمختلف الطرق. هي مبادرة الدور عليك، والمبادرة قامت بإنتاج واحدة من أجمل الأغنيات من كلمات هاجر محمد الحسن ومن ألحان مجاهد سيمت. إحنا هنشوف المبادرة وحنشوف أغنية المبادرة ومن بعدها حنجي راجعين، فخليكم معنا.
يعني الاسم ذاته بيوري انه انت عندك مسؤوليتك اللي انت مفروض تقوم بها تجاه المجتمع. كنت وين في اي مكان، وظيفتك شنو، دارس شنو، بمختلف التخصصات وبمختلف الاهتمامات، كل واحد فيهم يعني الوحدهم او جمعهم هم واحد، الدور عليهم ان هم يقدموا خدمه لمجتمعهم. والخدمه دي ممكن تكون ابسط حاجه يعني بالفكره الايجابيه، انت يعني دور عليك في انك تنشر الفكره الايجابيه وتوري الناس انه ما صعب انك بالحاجه اللي تقدر تعملها انك تقدر تفيد المجتمع. بكفي انه حتى الشاعره اللي هي هاجر محمد الحسن هي طوعت كتبت الكلمات، الملحن مجاهد طوع ولحن الكلمات، فيعني كل الناس في دور عليك، اي زول بيقدر يعمل حاجه، وفعلا دور علينا يعني. هو كل شخص في المجتمع عليه دور في انه يعمل حاجه في مكانه، في الحاجه اللي هو بيقدر يقدمها، ما في زول ما بيقدر يقدم للمجتمع، ما في زول عالي على المجتمع. صح.
كل شخص ممكن يكون معاله، ممكن يكون شخص منتج. احنا برضو في مبادره كنداكيز الليله الدور على شاعر لطيف جدا، شاعر محبب وشاعر متقن وبيتكلم بلغه محببه وبيعكس لنا ثقافه محببه رغم كثير من المشاكل اللي احنا بنشوفها هسه في ساحتنا، يعني في ساحه الوطن. واحده من الادوار على الشاعر انه هو يعكس بيئته ويعكس طبيعته ويعكس المشاكل بصوره مختلفه بالإحساس. شاعرنا وضيفنا المميز الليلة الأستاذ إبراهيم جابر، تفضل. مرحبا بك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا، منور الليلة طاولة كنداكيز. يعطيك العافية، مرحبا، تسلمي دكتورة ريم. كيف أخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي طاولة كنداكيز هو الفطومة وريم، زارتنا البركة يا إبراهيم. تسلم والله. نحن والله زارتنا البركة. تسلم والله، حبابكم، حباب كنداكيز، حباب الكنداكات والله. أنا الأسعد إني أكون في معيتكم ثلاثة وفي معيت سودانية 24. كنداكيز برنامج يتولد بسنونه، قدر يصنع مساحات كويسة في وسط الإعلام، في وسط الناس، بوعي وببساطة محببة حتى للناس. في برامج بتولد وهي مكتفة، صعب إنه تتحبى من كافة الناس، لكن كنداكيز بالرغم انه برنامج بتاع بنات مثقفات كذي، لكن برنامج لطيف على القلب والله. كنداكيز برنامج بنات سودانيات وبرنامج مجتمع، ما برنامج بنات بس يا ابراهيم جابر. دي نمره واحد. نمره اثنين، انت تكلمت عن البرامج المولوده بسنونه، ونحن دارين نتكلم عن الشاعر الحساس المولود بسنونه. اجى من كردفان عشان يعكس بلهجه محببه كردفانيه القصيده كمشروع لشاب جاي من إقليم عايز يعكس مشاكل اجتماعية ويحلها من خلال القصيدة. بداية، المشاكل اللي واجهتك في هل واجهتك مشاكل في شكل اللهجة، في طبيعة الكلمة اللي أنت بتتكلم بها؟ الطبيعي إنه 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 أي زول داري يعمل حاجة مميزة بتتوضع بأي كيف عراقيل في 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 أمامه، بيبقى إبداعنا وقدرتنا على تخطي العراقيل دي هو اللي بيصنع مننا الزول اللي نحن حنكونه. أنا تربيت في بادية كردفان عموما، سرحت مسافة ولعبت مردوم والنقاقير هناك وطاردت الطير، جيت الخرطوم للقراية، لكن اللغة واللهجة والحكاية الكردفانية ما غابت عن ذهني إطلاقا، لأنه والدي رغم اغترابه الكثير لسه لسانه كردفاني خالص. يعني مشى السعودية ممكن يجي يقول لك أسبوعين كده سكر الباب وهات الخبز، لكن بعد ذلك برجع تاني بقاري عديل. يعني فهذه نقطة، الجو البيئة الحولي في الخرطوم هنا لسه ما زالت بتتحدث الكردفانية بشكل. أنا بديت زي بداية أي زول كتب الشعر في 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 الوسط هنا في مدرمان، كتبت باللغة اللي كتبوا بها ناس الوسط، إلى أن لفت انتباهي الأمير تجاني وهو عمدة الوقت ذاك، فاحتفوا بي كده، أنا جيتهم في كردفان زيارة، ويعني ولدكم المثقف اللي أنتوا المستنيرة القبيلة شايفينه ودارين الليلة تحتفلوا به، فجاب لي كمية من الأشرطة الكاسيت عشان يسجلوا معي جلسة، ودي حاجة هناك في كردفان لو عملوا لك الحاجة دي تغيموك شديد، يعني حيسجلوا لك كاسيت كده والناس أيوة. بعد ذاك الكلام ده قبل الـMP3 طبعا، فقريت شعر وعجبوه شديد، الزول ده ذكي شديد، هو من الناس الأساسيين اللي عملوا التحول في مسيرتي كشاعر. قال لي توا والضمي كلامك سمح، لكن إحنا البقارة يين من شعرك ده. جد في البداية أنا ضايقت كده، يعني الشعر السمح ده كله ما عجبك، يعني في قلبي الشاعر ما تكتبه شعر، الشاعر مغرور بقصايده، يعني بحس ما دار أي كلام يتقال ما بنفس الجمال اللي هو خاتله. لكن بديت افكر في الحاجه، فعملت محاولات تجريبيه في الحاجه دي، تعرف النصوص اللي كتبتها الاوائل ما حبيتها كله ما حبيتها، جات دور الرابطه بتاعت ابناء كردفان، فكنت من شده النصوص ده انا ما عجباني لو ما حافظه كنت بقراها من الورق. تخيل بقرا النص بيلقي احتفائيه اكبر من قصايدي اللي انا خدتها اصلا، دي قصايد كبيره شديد وقصايد سمحه وقصايد عظيمه، لانه لقيت نفسك في القصيده الكردفانيه، لانه النازل بينتموا لهذا الكلام، بينتموا لهذه اللغه، بينتموا لهذه العبارات، بينتموا لهذه الحكايه، واللهجه بقت قريبه من قلبهم ودخلت بيوتهم. بالضبط. بعد ذاك انا كان الافضليه اني اغرف من معين كردفان، لانه ده معين بالنسبه لي انا كزول جاي من كردفان لا ينضب، صح،
وبقدر ادهشكم فيه وممكن اجيب لي حاجتين تذكر فجاه. ايوه 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 فمعاكم هنا ما كان حاكل عشاء ويام هنا كان حتبقى المطره صعبه جدا في الشارع. طيب انا عايزه اسالك من حاجه. انت تكلمت عن يعني انت يمكن وصلت اللهجه ودخلت قلوبنا وعرفناها وسمعناها وحبينا قصايدك كلها سمعناها الحمد لله. وده كان نجاح كبير جدا جدا. في نص انا عايز اسالك منه زي مثلا الرتينة طلقوها دور القصيدة في مناقشة القضايا الاجتماعية. القصيدة دخلت البيت وحلت مشكلة الزوجة مثلا ما بتنجب. نعم. الطلاق الخلافات الموجودة. نعم. المجتمع الكردفاني هو زي وزي عموم المجتمعات الريفية عندنا في السودان المسكوت عنه كثير شديد، وفي حاجات موجعة إلى حد البكاء. الناس بتعاني بها وممكن يموتوا بها وما يقولها، يعني في امراض الناس يس لا لا الخرطوم. انتم مثقفين العلم زال منكم الحرج بتاع انك تشعر انه ما مرض. فمثلا في الخرطوم هنا انتم المرء المفترض الموضوع ده ما صعب شديد ممكن تتعالج، لكن احنا هنا اول راجل ما بيلد هناك الموضوع عندنا حساس شديد وقاتل. فقصة الرتينة في مجتمع الموضوع ده في اي حته قاتل. صحيح فاطمة الكلام ده صح. لكن انتم عندكم وعي تقابلوا بالحاجه دي يا اخوان. ممكن يكون بس يا اخوان الحته الاقل تعليما دائما بيكون عندها يعني في حساسيه تجاه يعني لو قلنا في اوروبا مثلا هي الرتينة طلقوها لانها ما ولدت. الرتينة طلقوها حته بالناس. الرتينة طلقوها القصه المحور الاساسي اللي بيدور عليه انه اثنين متزوجين وعايشين في امانه الله 10 سنه ما انجبوا، وهم ما شايفين انه الزواج ما انجب فقط، يعني هي مشاركه بتاعت حياه، لكن الاطراف الاخرى المعنيه بالاسره دي بتتساءل زي الحبوبه وزي الاخوات. طلقه عاقر مبتلد يا ولادي بس طلقه لانه دارت تشوف. وإذا أنت عصيت الكلام ده بعد ذلك بيجوك بأنه دار نشوف أولادك وأولاد أولادك وكذا بكلام حنين زي ده. فدي المشكلة الأساسية. الماء الخلى النص ده يكون جميل أنه الناس بتتوقع أنه الرتينة هي اللي كانت هي العاقر ونسابتها دي يعني بيكاووها بالكلام وفي قعدة الجبنة وفي أي ملم هم بطعناها بالكلام. بيتضح أنه في النهاية أنه الولد يعني أنت بالنصبة كنت بتحاول تنور أو تعمل دورك إنه يا جماعة الناس اللي قاعدين دين ده تغيير فكرة بالضبط. في صحيح. مجتمع صحيح. وأنت صحيح. تكون نجحت في الحاجة صحيح طبعا. صحيح صحيح الأمر كان محرج شديد. الشعر عنده دوره عنده قدرته. كلام ما بيقدر يقوله النسوان الكلام ما بتقدر تعبر به وهي الكلام ما بيقدر يعبر به وراجل أنت قدرت إنك أنت تقوله فيه. الشعر وكل أنواع الفنون إنها هي بتلخص لك حالة يعني يا إما بتستحي تتكلم عنها أو حالة صعب إنك تقدر تعبر عنها. تلقاه في لوحة بتلقاه في مقطع بتاع نعم. شعر في نص بتاع نثر. أنا عايز أسألك من حين حاجة تانية مختلفة تماماً. يعني نلقى الكلمة الكردفانية مرتبطة دائماً بالمردوم. ما حصل لها أي تطوير في 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 يعني ما مشت لألحان تانية أو لإيقاعات تانية. فبتحسبها زي المحتكرة كده حقتهم. ليه خصوصية الكلمة مع لحنها؟ وهل الحاجة دي في نظرك حاجة كويسة هتوديها لقدام ولا لو اتطورت ودخلت في ألحان تانية حيبقى الموضوع أفضل؟ أنا 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 شايف إنه طبعا في قصائد كتبت احنا نقول عليها خرطوميه وتلحنت مردوم سنكبت كانت عمل مردوم، لكن بعد ذاك لو لما تحس انه مثلا قمت جبت لك كرتونه ظريفه كده ومكتوب عليها انها ده تفاح وطلعته لقيته انه هو لا لب ما ظريفه الحركه دي مش ده اللي قاعد يحصل في تزييف كده ده بحيث انه الحاجه دي ما اصيله. ليه المردوم مرتبط ارتباط تام بالقصيده الكردفانيه؟ يعني انا ما ممكن اجيب اي قصيده ثانيه اعملها بلحن المردوم. القصيده الكردفانيه نفسها ما ممكن احولها للحن مختلف. ممكن تجيب لكن الطعم بيختلف. الطعم بيختلف لما تجيب لي كلام مدينه وكلام حداثوي كده وتكتبيه في المردوم. المردوم ده ما يعني انا في نظري المردوم ده حميم شديد ما نحمله مآلات أكثر من فوق طاقته. بعدين هو ضغن الشارع في كردفان الإيقاع الراقص الموجود في المردوم والحميمية الموجودة فيه. لو شفته غباره لو شفته زحمته لو شفته فرحة الناس به مواضيع بتلمسهم
وغالبية الأغنيات دي كاتبينها حكامات، والحكامات دي الأميات بيرقصوا من جوا. نعم، فبيجيبوا الكلام زي ما عايزينهم، زي ما عايزينهم. ما في رغيب، ما في رغيب. مجتمعك ده كله انت اداك الطاقة القصوى انك انت تقولي ما قدرت تقوليه. وفعلا مرتين جبت سيره الحكامات، وانا عايزه اقف معاك في الحته دي. الحكامه يمكن يعني في حكامات بيدعوا للسلام وحمامات سلام، لكن انا سمعت انه الحكامه هي الحراسه، هي اللي بتقول يا جماعه انتوا رجال وقفوا للحرب. ممكن تكون الحكامه حمامه سلام، ودورك كشاعر في انه التمازج، احنا السودان ده مختلف شديد وفيه كميه من القبائل وكميه من خشوم البيوت. صحيح. التمازج ده انت دورك كان فيه شنو؟ الحكامة ما يؤخذ عليها هي زولة منتجة وفنانة ومبدعة، لكن الانتماء الشديد لقبيلة معينة، القبلية الشديدة، القبلية لدرجة انك انت ممكن اذا ضايقت من الدعمك تقيف مع اخوك، فدي الشغلة بتبقى صعبة شديد. الشاعر الواعي والهداي، الهداي الهداي هو القادر يمسك العصاية من النص ويورينا مكامن الجمال الموجودة في 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 قبائل كردفان. وين الحكامة بالمناسبة؟ الكلام ده جا قريب موضوع الدواس ده، ما زمان كان ماف، زمان مهو. شوف شوف, شوف حسب البيئة، حسب البيئة الموجودة. لو في سلام الحكامة دي حتغني لبنيتها عشان مسيرنا عروس، تغني لولدها عشان زرعوا خلاص أنتجوا، تغني لأدخالتها لأنه مثلا فزع لبهايم في الحتة الفلانية وجابن بتغني لها. لكن لو بقى في دواس تغني، لو غنت لي ده ذاته بيبقى انت في حالة حزن يا ويام، ما هتستطيع تتبغي في الحزن الموجود ده. هكذا يعني. ليه ما بتغني في بشاعة الحرب؟ طيب في ليه ما بتغني في بشاعة الحرب نفسها؟ هي بتحرش في عيالها عشان يداوسوا، لانه لو ما داوسوا هم حيفنوا، فهمتي؟ لانه النظرة قريبة، لانه انا ما قاعد عين للاخر ده انه هو امتداد لي. هنا دور الشاعر وين؟ دور الشاعر هنا انه يخلي النظرة أكبر وأعمق. في النهاية الكاتل والمقتول الاثنين نحن خسرنا. صح. أنا الكاتل خسران وإنت المقتول خسران. طيب. الاثنين في فقد حاصل. في المكان ده ذاته كان في برنامج، واحد من البرامج اللي أنت شاركت فيها كشاعر، وكان البرنامج التمهيدي في التنمية والسياسات العامة اللي هو DPP، وأنتجت فيه كان منتوج جميل جدا. أغنية كانت يعني بحكام، انت كنت في الاغنيه دي يعني حاولت انك ايوه تهدي، حاولت انك توقف الحرب. فكلمنا عن التجربه دي، وكلمنا عن الكلمات واختيار الكلمات والحاله ذاتها المزاجيه جاتك عشان انت تكتب على الرغم من الحرب الموجوده والمشاكل الموجوده، لكن كتبت كلمات للسلام وللهدوء والسكينه. التحيه للفنان الجميل اخونا مازن، مازن حامد. تحيه للفنان الجميل مازن حامد صديقنا. برضه تحية لمازن حامد، الله يحييه. كلنا بنحييه، صديقنا وجزء من. طيب، زوج صاحبنا شديد. جات الفكره بتاعت الدي بي بي، والمره دي انها المفروض تكون في تنميه السياسات، المفروض تكون في كردفان. ايوه. كم زول اخترعوا ل ل ل للشباب في رواد التغيير؟ خلينا نتذكر الاسم عماد. ذكر له انه يا اخي ابراهيم ده بيكتب بايقاع كردفان. قعد معاي واداني الفكره كامله بتاعت المهرجان ده حيتعمل كيف، والليالي حتكون كيف، وهي فيها اوراق مستنيره. انا ذاتي من الناس اللي استفدت من الـ من الـ من الحاجات دي، يعني من الاوراق اللي تقدمت هناك، مثلا نزع السلاح في منطقه دارفور بصوره امنه، وقدموها الشباب قدركم، وجابوا محاضرين من برا يعني يتكلموا في تنميه السياسات وكذا. انا دوري كان اني اكتب نص بلهجه كردفان، لانه الحاجه دي معموله في اللبيد. فكتبت اللحن، كتبت النص، والنص طلع ملحن اصلا. طلع ملحن طق الكوراراك، طق الكوراراك، حيينا الصبيان، سوداننا حلمنا، سوابينا للعمران. والنص انا عارف المشاكل اللي بتعاني منها ولايتي او جهه عامه زي كردفان عموما. بالمناسبه اي جهه من السودان عندها مشاكلها، ايوه اللي بتخصها، يعني الموجود في كردفان ما موجود مثلا في شمالي، ومع انه كله معاناه، لكن المعاناه بيختلف من منطقه لمنطقه. بالضبط كده. فانا حاولت في طق الكرات اوصل اوجاع حايمه في منطقه كردفان، احنا ما عارفين نعالجها كيف. وممكن يا فاطمه من اجمل الحاجات اللي انا يعني في احتباس شديد
انسجام الناس مع 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 اغنيه طق الكرك في كردفان. يعني بيقولين احنا قاعدين نسمع يومي نسمع ال... ونحن ما طيب تكلمني عن اوجاع. اوجاع زي شنو من الحاجات الناقصه الاغنيه؟ في النص في حته بتقول اللم يا سجاله كفانا في الجهاله بلدنا ما هي شيء بلدنا ما هي شيء بلدنا بيع عياله تب نفارق ضاله وقعدت البطاله شقيش حمير الدورنا والله نحن رجاله. في جهه هديل عيالك نحن قول لي من اللي بيشبهنا قلمنا قلمنا زال بلمنا توجينا بيع علمنا نخدر البوادي خلاص تبينا قمنا. النص بيدعو لغيام بيدعو للسلام بيدعو للعلم بيدعو للقضاء طاغتنا قاعدين نستهلكها في الدواس دي. تعالوا نستهلكها في العمران تعالوا ناس ده دور الشعر تحديدا ده دور الفنان تحديدا ايا كان جمل الدنيا. انا 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 في حاجه ثانيه غير موضوع طق كوراك. لما الشاعر يحاول انه يحول قضيه فيها نزاع يعني سياسي وقضيه شغلت العالم كله على مستوى النزاع السياسي الى قضيه احساس وقضيه حب ودارفور قضيه حب. سألتن يا ويام كمال الدين دارفور قضية حب. الناس كتبت قبلي بصراحة في دارفور وأنا سيد الوجعة تقريبا احتمال أكون آخر الباكين آخر من بكى على دارفور بنص مثل. أول حاجة ما كنت عاوز أقول اللي تقال واحد اثنين ما عرفت أقضي يا ويام ما عرفت أشوف الفيل وأطعم في ظلمه. جمال دارفور في الجزئية دي واللغة يعني ما لد دار تبقى لي زي اللغة زي ملت سيدة كده. اللغة الموجودة عندي الكردفانية وبخلطتها بلهجة كردفان. أول ما النص طلع عليك إنه ده ما إبراهيم جابر المثقف بتاع المدينة اللي قاعد تزول من كردفان سيدة وجعة قاعد يحكي في الحاجة بنفس اللكنة بنفس اللهجة. انت بتتنقل اول حاجه نقله لهنا ده كنت دار نقول انا الدار اقول شنو انه هناك احنا ما وقعنا نتداوس مع عدو جاي من بعيد مع ود عمك تتداوس مع ود عمك تتعاوس مع ود اختك. يعني تخيل الناس ديل الليله تقاتلوا نهاريه المسا بنجي نتماسك بنبكي لانه اللي انقتل خاننا فلان بالله مات خاننا فلان ومات عمي فلان ومات فلان لانه اصلا انتوا يعني شفت تقاتلوا بالنهار وتجوا تبكوا في نفس الماتم ده بالمسا في مسار الموضوع ده. فدوركم في الحاجه دي جميل شباب يعني دور كبير يمكن يكون انه بشعركم وبكلمتكم وبمختلف الفنون من مردوم لكلمه مكتوبه لرسم احنا بندعو لسلام وبندعو لتجانس وبندعو لبلد واحده بلا جهويه وبلا قبليه. احنا شاكرين لك جدا ابراهيم جابر والفقره الجايه برضه حتكون معك الفريزون حتشرفنا في الفريزون. شكرا الكنداكات شكرا فاطمه وشكرا ويام كمال الدين شكرا دكتور ريم شكرا. أنا سعيد بكم مغربين على بعض كلنا في 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 مجال شعر مجال إبداعي. وأنا حسيت إنه ما كنا قاعدين على الاستديو بل كنا بنتناقش في أي طرف حتى إحنا قاعدين فيها بنشرب في قهوتنا. شكرا لكم أنتم. شكرا لك والله. شكرا يعني لأسئلة السمحة. شكرا جدا على حضورك الأنيق. فقرتنا الجاية فريزون دارفور قضية حب. خليكم قريبين. دارفور خلاف اليوم كانت عروس الغوم. شوف القبائل كت في لمة المردوم وبنية كم طاشر ذات الحشى المبروم ولدا من الفاشر غناو حلاوة لكم ولدا من الفاشر غناو حلاوة لكم. أم خشيم حليب أبقى ليك عون كليب الورد الحفير أبقى ليك الدريب بريدك حارنا والله شقش فريقك الدلا شق الحفيرة القامت من قويز الرملة. قل لي يا بيطمي إتي الخدار ولا المي قل لي يا بيطمي إتي الخدار ولا المي عطشان قلبي ودمي من ريتك ما بتخلى ما بتخلى من ريتك ما بتخلى ما بتخلى من ريتك ما بتخلى. هي
حجيتكو ما بجيتكو ان شاء الله يوت طيبين ناس الخراطيم هوي ان شاء الله يوت طيبين بلدكو بلدكو زينة وسمحة وناس تطب زينين انا جيت بدور الونس دي الفرقة قولا شين انا من تراب دارفور اسمر لساني هجين مريوم مريوم اسم امي طيبة وكلام حنين يا حالات تبقارية نقرابي في الخدين وقتين تقول والضمي وقتين تقول والضمي شدر الظهار بلين وانا انا امي حالي كلامة دمعت فوق العين للواقع هل الزامة للعم يشوف العين للباكي هل بسامة سايم الفرح بدين ساعة الدواس حزامة ما هالمر البين بين كل العوين هي عوين يا امي زيكيين كل العوين هي عوين يا امي زيكيين وابا أبا من دارفور بلدا رجال نسور هل شفت لوكو نسور حاحوها بالزرزور شينين وتغيانين وقتين عدونا يزور وحرابنا أقلامنا بيهن كتبنا سطور ده الدم وكت ما يفور بيصبح حبر من نور الدم وكت ما يفور بيصبح حبر من نور ويسطر التاريخ يبرق اسم دارفور ويا كاتب التاريخ أسأل تراب دارفور بيوت دارفور شدر دارفور طيور دارفور وقت طارت عيال الزغ بجوا السور بتكتب بجناح مكسور وريش منثور نموت نحن على المحنة وتعيش دارفور نموت نحن على المحنة وتعيش دارفور ونحن نحن الغدر ماهلنا قطب ما بنقتل المعذور سمر وسمارنا عاجبنا يمين طلت عيالنا بدور وهذا الراس هذا الراس كمان قرقد هو قرقد ساي قرقد ولا برقد أسود سواد ديجور أفطس وما بندس زي الجبال مغرور نزرع وما بنقلع نحن المسنة بقول هي لم صلم بويتي وكدكايا داك حق زول هي لم صلم بويتي وكدكايا داك حق زول وحجيتكو حجيتكو ما بجيتكو أب الكبير حجانا عيال بنات لمانا إيالي هو يا إيالي زمن المرافقين جانا إدوا الهميلات توا الجيش خبروا بكانا ادوا البقيرات توا الجيش خبروا بكانا أبا آدم نطع حمر عليه وقال إليكم الأخبار جاب هارونا كالألم في الخربار حمور ولا الذروق تورب قرونا فوق بخرة عجبانا كذلك الكرتة الكرتة بقرت إيسا حلابة إلا تئيسة والخضر إجلت موسى النافرة زي جاموس البارحة فقدا ما عرفنا وين رقدا فزعنا في القيزان هناك بكى رقدا تحت الشدر رقدا ودري هات المافي وما أظن شردا يشردا كيف وهن يتولدا في الجوز وفي القردود بقراتنا يتولدا في الوادي في الدنكوج أتولدا حلبا أبا هوي أبا بقراتنا انفقدا المرفعين نقد وأبا أبا لسه بحجي حجيتكو ما بجيتكو يا البنات لمانا نص الفريق لمانا يا لي هو يا إيالي زمن المرافقين جانا الله الكبير سوانا زينة السمر سمانا فر الغيوم غطانا من ألم صافي سقانا منزل الذي غشانا سرق الحلم صحانا صبحنا بالجبخانة مسانا بالجبخانة فطرنا بالبازوكة زي التقول مفروكة بالراجمات غدانا منزل الذي غشانا أقنعنا إنه الدانا أكثر طريق للمركز يلقى المهمش خانة منزل الذي غشانا شيل السونكي قد الدونكي شيل السونكي قد الدونكي وشلنا السونكي وتاخ قدينا الدونكي المسراء بروانا فيبو كذب والله العطش كتلانا منزل الذي غشانا شيلوا الهاون هدوا تعاون شيلوا الهاون هدوا تعاون وشلنا الهاون هدينا تعاون مدرستين وكنتينين وكم شفخانا ذنب المدرسة هل خلانا ذنب المدرسة هل خلانا ده البارانا بكانا بكانا الطبشير بقلب النبيض كيف حيسامحك يا الجبخانة الطبشير بقلب النبيض كيف حيسامحك يا الجبخانة في ذرات حروف مسجونة باكر تكتب ضد سجانة بال الشفع ممكن ينسى الطابور الجوط الكبسة الغنوات الما تنهسة الطعمية طعما طاعم جو حلوق صارت غصة الدافور اللي كان بيريدهم لم يغبار لبعض الحصة إلا الشفع ما ظن تشفع للغشاهم بالجركانة وكان ما ليها حلاوة وسمسم وجو السمسم دس الدانة جو السمسم دس الدانة جو السمسم دس الدانة هوي هوي والضمي هوي 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 والضمي هوي كاتوني فيه بدعمي يا روحي كيف تنجمي ما دام بنية خالي خالي الرويح طف أمي قتلوها دنيا مغارب طفوا الشموس في نمي قتلوا الغناوي الطاعم قبال يضوق فمي
فتنوني فيه والعمي والعمي سقفات خلاني فتنوني فيه والعمي والعمي سيح دمي فتنوني فيه والضمي والضمي فات خلاني والضمي هوي والضمي والضمي فات خلاني وانا دمي اصبح ألمي سيت لك كلاشينكوف الخوف بيلد الخوف نشن علي واضرب في ايدي في رجلي وعاك من الجوف الجوف زريبت القلب وانا قلبي ساعي الحب حبيت ولد عمي اعلن علي الحرب حبيت ولي ضمه رماني جوا الجب وانا يا ولي ضمه خايف عليك ملهوف تقتل ولي ضمك بكرة القيامة تقوم انت البراك مكسوف انت البراك مكسوف بيننا الصراط ممدود ممدود كحد السيف بيناتنا لبن امي ودمي الصبح المي سيت لك كلاشن خوف سيت لك كلاشن خوف اقتلني هالسعدي وانا لسه في وعدي ما مد ليك يدي يدي اللي بتكتب دي يدي اللي بتحلب دي يدي اللي بتزرع دي يدي اللي بتفزع دي مين البضارة عليك في الدنيا غير يدي مين البضارة عليك في الدنيا غير يدي ان العمر ساعات لحظات بتعدي لكن مهما اكون صادق ولا حاخون انا زول قدر وعدي انا زول شبه بلدي لبسناه فرنجي عكازي في زندي لبسناه فرنجي طاقيته حمرة هدي وانا زول شبه بلدي انا زول قدر وعدي يا ربي اه يا رب سلم ولاد عمي يا ربي اه يا رب سلم ولاد امي وانا يا ولاد امي يا ربي اه يا رب سلم ولاد عمي يا ربي اه يا رب سلم ولاد امي يا ربي اه يا رب انا هس بيد امي باخر انفاسي بكتب غناوي الحب يا اهلي يا ناسي يا اهلي يا ناسي دارفور قضيه حب كان زرقا كان حمور كان عرب كان فور زغاوه سابع دور دارفور قضيه حب كان صنو كان هاجو كان برقو كان داجو دارفور قضية حب عجميها رطانيها عربيها أو زنجيها هم اللي بخبروا شكيها الفيها والما فيها ودارفور قضية حب والحب عطية الرب أرفع إيديك والضم أرفع إيديك للشم الدم بحل الدم ومعايا يقول يا رب أرفع إيديك والضم أرفع إيديك للشم ومعايا يقول يا رب الدم بحل الدم ومعايا يقول يا رب أرفع إيديك للشم ومعايا يقول يا رب أرفع إيديك والضم ومعايا يقول يا رب أرفع إيديك والضم. دارفور قضية حب وكنداكيز تناولت قضايا كثير بحب وخلينا نقول إنه ليلى الحلقة الأخيرة في الموسم ده من كنداكيز واحدة من الأحلام الكبيرة أن إحنا كنا بنحاول أن نحقق منها ولو جزء بسيط على أرض الواقع أنه يكون في بنات سودانيات يقدروا أنهم يناقشوا ما بس قضايا البنات أنهم يناقشوا قضايا المجتمع يحاولوا أنهم يجدوا لها حلول يكونوا جزء من الحل يسلط الضوء على المشكلة نفسها كبداية للحل ودي كانت كان الحلم الأساسي وكانت القضية الأساسية أنه يعني إحنا نوضح أنه الكنداكات ديل كانوا أماتنا وكانوا أخواتنا وإن كانوا عماتنا وخالاتنا بيقدروا يعملوا الحاجة دي بيقدروا يوجهوا الضوء لمشكلة بيقدروا يحلوا المشكلة دي يفككوها لأبسط مسبباتها والأفضل إنه يخلوا كمان الناس ذاتهم مؤمنين بأنه هم قادرين إنهم يتغيروا ما فزر فينا كنداكت أمه ما قدرت إنها تخليه تزرع جواه والإيمان فإحنا حاولنا إننا نزرع جوا الناس وجوا المجتمع ككل إنه إحنا قادرين نبقى أحسن كمان كنداكيز دور آدم السوداني كان في واضح شديد وعنده بصمته يعني جونا خبراء وأخصائيين نفسيين وبمختلف المجالات شاركون الحلم ده وكان عندهم دورهم الكبير جدا جدا إنه المجتمع المتكامل المجتمع السوداني بكنداكاته وبآدم السوداني الأمير الملك الغير وجه المجتمع وغير في قضايا يعني همنا كلنا قضايا المجتمع وإحنا كلنا حاولنا إنه إحنا نعمل بصمتنا في إنه مبادرة كنداكيز تنقل الحلم حقنا مننا للمجتمع من المجتمع لين زي ما بنقول كنداكيز منكم وبيكم وليكم وآدم السوداني ما بس كان جزء من الحلقات آدم كان جزء من فكرة كنداكيز من التأسيس من صياغة الحلقات المخرجين الطاقم المعدين برضو يعني هو ما إنكار لوجودهم أبدا ما ممكن ننكر وجودهم آدم ده في حياته كنداكا كان شيء مهم في حياتنا نحس إحنا الثلاثة كان شيء مهم في حياة البرنامج برضو كان حاجة مهمة ما بنقدر كنا نوصل للحاجة دي من غيرهم جزء أصيل من نجاح يعني. من نجاح كنداكيز ينتمي إلى آدم السوداني صحيح.
اتفق انا غايته بشده. انا برضه كانت غايته تجربه جميله جدا. انا يعني رغم اني جيت انا متاخره، تحيه من هنا لناتالينا، كانت ادت اداء جميل جدا في رمضان، تحيه لوين ما كانت. رغم ان انا جيت متاخره لكن حسيت انا كنت في البدايات موجوده، يعني دي الحاجه ممكن يكون الناس في صناعة الفكرة كنا سوا. فكونك تشوف حلمك بيتحقق او حلم زول يتطور بقى حلم ناس، بقى حلم جروب ماشي يتحقق انت تشوفه قدامك، الحاجه دي انا بقول لكل الناس اسعى ورا حلمك ورا حاجتك لحد ما اشوفها قدامك. الاحساس ده لا يوصف. يعني بحديث عن الاحلام، احنا لما كنا بنعمل ايوه البرنامج ده وفكرته على الورق ممكن قاعدين كلنا، دي حاجه وسنه اولى تقديم دي حاجه ثانيه خالص. اي الجرس المجرسنا يمكن يكون الكواليس حيجيبوها، جرسنا وتمتمنا وسكتنا وقطعنا وكانت تجربه مختلفه يمكن لنا يعني كاول ظهور وتقديم تلفزيوني. ان شاء الله نكون يعني قدرنا نتوفق فيها وان شاء الله نلقى في صدور الناس ساعه. يا ريم فعليا احنا ما كنا بنقدم نفسنا كمذيعات بقدر ما انه بنقدم نفسنا كجزء من يعني حتى البرنامج ذاته كنا بنقول كلمه مبادره كنداكيز اكثر من كلمه برنامج، لانه في النهايه احنا بنقدم فكره. والحمد لله يعني في ناس كثير تفاعلوا مع الفكره دي، ده كان الشيء المطلوب. والجميل انه تقوم الفكره، تقوم الزول لما تلقاه انه هو ماشي في طريق يعني ما مشى ستريت زي ما انت دايره، او ما مشى بالطريقه المفروض يمشي بها، ما في حاجه اسمها المفروض، لكن ما مشى بالطريقه الصح، انت توجهه بالطريقه الصح. وده اللي حصل مع كنداكيز، وده اللي حصل مع كل الناس اللي شافوا فينا امكانيات، شافوا فينا مثلا فكره، امنوا بالفكره دي هم ذاتهم، من اصحاب، من ناس متابعين للبرنامج، من السوشيال ميديا، ناس البيت، المجتمع، كل اللي بتلاقيه حوالينك. شكرا لكم، كنتوا خير داعم لنا احنا كافراد وللبرنامج ككل. انا دار اشكركم من شنو؟ اي انا دار اشكركم من شنو؟ ده تشكركم من يكون من شنو؟ لكن هو احنا ما انتهينا. يكون مش يعني شو يحتبق لازم، انا بقى داخل البيت يا ريم الحاجه الفلانيه ما في شيء، يكون من شنو بدنا زيتنا يعني. طيب احنا في يكون من شنو ده، خلينا اول حاجه نشكر غدير شيخنا، واحده من الناس اللي كانت مؤامنه بالفكره دي وكانت جزء من ترتيب يكون من شنو، وريم مقدمه يكون من شنو اللي بقى جزء زي ما هي قالت بقت لازمه، صرت وشويام يكون من شنو، تاخر فاطمه تيجاني يكون من شنو، بقت جزء من حياتنا. بس انا في رايي يعني في راي شخصي جدا انه يكون من شنو دي مرقت من انها هي فكره بتاعت استنكار لوضع، لانها بقت فكره استنكار لحاجه انت بتشوفها يومي لما اعتدت عليها. ايوه صح. وبعد ذاك بقيت ما مستنكره يعني بسبب طول الفتره او بسبب إن عاديه الحاجه. فيكون من شنو كانت بتنبه الناس لانه الحاجه دي ما عاديه، الحاجه دي تكون من شنو. بعدين اوريك انا حسيت بشنو في يكون من شنو دي، حسيت يعني السؤال معاه يعني نظره ماكره كده، يكون من شنو يعني؟ صلح انت عارف يكون من شنو. انت عارف يكون من شنو، تغير الحاجة. يعني حاجات معظم المواضيع اللي تطرقت لها وانا احنا هنشوفها بكل تاكيد، لكن معظم المواضيع اللي تطرقوا لها اي زول في جواه وفي قرارات نفسه عارف يكون من شنو. طيب نحن دايرين نشوف اسا مقاطع من يكون من شنو ونجي راجعين. احنا مع محاربه التدخين سواء كان يعني او محاربه العادات الضاره كلها، دي كانت فقره يكون من شنو. في فقره يكون من شنو حنتكلم عن فيديوهات البث المباشر اللي بتطلع من الجروبات الخاصه، الجروبات النسائيه بكامل خصوصيتها لمناطق ثانيه، غياب الاحاجي السودانيه من البيوت يكون من شنو، سرقه التاريخ السوداني يكون من شنو، او عدم الحفاظ على المرافق العامه يكون من شنو، ظاهره الاسلوف الاعراس يكون من شنو. وفي فقرة يكون من شنو ذوي الاحتياجات الخاصة في السودان، معاناة وأمل مغيب. في فقرتنا يكون من شنو حنتكلم عن مشهد ممكن يكون بلاقينا من وقت للتاني، مشهد ستات شاي الفراشة في السوق. رجعنا لكم من تاني في برنامج كنداكيز، وفقرة تكنو أبليكيشن وتطبيق اليوم هو تطبيق كنداكيز. دقيقة يا أستاذة، كنداكيز يكون عندنا تطبيق لما يكون عندنا واحدة كانت من الفقرات ومن الأحلام برضو يكون في تطبيق كنداكيز، تطبيق يكون ضمي لكل الحلقات الممكن موجودة، لكل المواضيع، استفتاءات الناس ومشاركاتهم. لكن الفقرة ككل كانت هي فقرة خاصة بالأبديتس في مجال التكنولوجيا. خليني أقول لك إنه جاري العمل عليه. جاري العمل عليه بالضبط كده، فقريبا يعني فده كان واحدة من الفقرات وكانت جميلة. مواكبة واحدة من الحاجات اللي كانت بتحيرني كانت في تكنو أبليكيشن، إنه فاطمة التجاني دي ما شاء الله بترص عليك التكنو أبليكيشن، بيكون في ثلاثة تكنو أبليكيشن. أنا طبعا بعيلة على قول ريم سنة أولى تقديم بكون بعيلة كده.
تكنو ابلكيشن يمكن التليفونات او عموما الهواتف الذكيه واللابتوب، الحاجات دي كلها بقت جزء من تفاصيل يومنا. عموما تكنو ابلكيشن كل يوم تطبيق بيسهل علينا حياتنا. انا غيت سرقت منهم كم تطبيق فادوني شديد في فكره ارتباط الانسان بقى بالهاتف الذكي كان اذكى منها انه ارتباط الانسان بتطبيقات. والفكره الذكيه كانت في تكنو ابلكيشن انه بيحاول يربط موضوع الحلقه بانه يخلي التطبيقات دي جزء من الحلول الموجوده. فدي كانت المحاوله. وبعدين في موضوع الكلام ده انا كنت بحفظ، يعني اضطر احفظ الكلام واخذ كيبوردز كده مكتوبه قدامي. في 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 ابلكيشنز كنت حاولت انك انت تشوفيها قبل كده؟ يعني رفضتي واحد منها؟ انا اي ابلكيشن انا ما حقول، لا اي ابلكيشن كان بيجيبوا قسم الاعداد انا كنت بمر عليه. في ابلكيشنز كثيره نزلتها في التليفون عشان اتعرف عليها اكثر. لما تعرف الشيء بتقدر تتكلم عنه كويس، تقدر يعني تتعامل معه وتقدر توصل الفكره ذاتها للناس. وفي ابلكيشنز رجعت، يعني الابلكيشن ده مثلا ما مفيد، فيه حاجه ما مفيده فيه كده. فالتعاون مع تيم الاعداد كان حلو. احسن ابلكيشن عجبني كان بتاع اذكار المسلم اللي هو كان واحده من التطبيقات اللي تكلمنا عنها. وكان في بتاع المراه اللي بيتكلم في النفسيه، طبعا اقول لك بتاع الصحه النفسيه، بتاع الصحه النفسيه قريبون. صح قريبون ده كان برضو كان حلو شديد لانه متفاعل مع الناس، برضو ده كان من التطبيقات الحلوه. وغيرها كمان من التطبيقات اللي حنتعرف عليها اكثر في ما خلف الكواليس لتطبيقات تكنو ابلكيشن، فخليكم معنا. الاوترو حاضر. اقول اسمه عادي يعني ما تشويق شوق الاوترو خاصه ختام الاوترو. قال حنعيد. طيب اوكي اللي هو عصير الكتب. والاجمل ما في الموضوع ده كله انه فيه تطبيق ممكن تنزل معلش تنزله كذا. حاضر قول والله كنت مستمعين. طيب حاضر فرق. طيب هي فعليا بتقدر تساعدك لانك تنظم الوقت. طيب هعيد من اجدد. اهلا بكل المتابعين اوكي لكل امراه ممكن انها تدخل على التطبيق تتفقد الالف تطبيق. طيب ممكن انت طلب غريب يا خطاب. وكمان التطبيق ده طيب اديني ثاني. رجعنا لكم من جديد ضيوفنا الكرام وفي فقرة ضيف مميز، ضيفاتي المميزات الليلة في كنداكيز الدكتورة ريم الرفاعي والباشمهندسة فاطمة التجاني. أهلا وسهلا بك. نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ ضيف مميز. كانت الفكرة إنه يكون في ضيف، الضيف ده قدوة مجتمعية، قدم حاجات كثيرة الناس ما متعودة إنه تشوفه كثير في التلفزيون، وكمان يكون زول ما حوله الكثير من المشاكل، ما يعني الناس بتؤمن به وبتحبه وفاهمة إنه زول ده عنده رسالة. فبنحاول إنه نشوف في كل حلقة إنه الحلقة دي بتتكلم عن الموضوع الفلاني. أحسن ضيف ممكن، أحسن زول شخصية معروفة ومحترمة والناس بتحبها ممكن أنا أتكلم معاها حوار شخصية يفيد يثري الحلقة أول حاجة، وبعدين يفيد المشاهد بشكل مخالف، وبعد ذاك إنه يوصل لي رسالة معينة تخص الموضوع الحلقة الأساسي. وعشان أنت تختار زول أنت فاهم إنه رسالته دي مسؤولية واختيارك لزول ده مسؤولية. أنت ما ممكن تجيب زول عشان يكون قدوة والزول ده حوله جدل كثير أو حوله مشاكل. فشكرا لكل ضيوفنا المميزين اللي كانوا معنا. البورد وتوقيعات البورد ومواضيع البورد كانت واحدة من أشد، يعني من أكثر الفقرات حميمية بالنسبة لي. يعني أنا لما ألقى الضيف الفلاني أنا كنت بحلم في يوم من الأيام إنه أنا أسلم عليه وأتكلم معه، وكان ضيفي وكتب لي الرسالة المعينة في بورد كنداكيز إيمانا منه بفكرة البرنامج، وبعد ذاك يقوم يوقع لي. أنا كنت الرسالة والتوقيع ده بشوف فيه مختصر فكرة كنداكيز والحلم اللي أنا كنت بعديها بيه، وانتوا شاركتوني وأنا سعيدة جدا. انتوا فعلا ضيوف مميز، ضيوف مميزين. انت ضيوف مميز ان شاء الله. شكرا سيدات. فنحن نشوف الفقرة يا أستاذة. نتكلم عن الفقرة، موضوع ضيوف مميزين. لما تروح ما تخرب لنا. طيب نعم بدنا نشوف الفيديوهات ما خلف كواليس ضيف مميز. حنشوف ما خلف كواليس ضيف مميز وحنرجع تاني. أستاذ خطاب المخرج. وقاعدة بين ما كل حاجة. أنا كنت بقول في شنو؟ في إنه قصيدة. كبابينا بتاعت كنداكيز دي قاعد نحتفل بيها.
لارين مونك ما بنقدر انه نضيف في حلقه الليله غير انه هو معانا الليله لمناصره الضبان يا اخوانا. ترى بيصبروا بيصبروا تلعبوا. اوكي اوكي لكن اذا تحسي بكده عليك انا عامل هناك كيف؟ ازول قعدك ازول لك بالضبط كده شفتها؟ لا انت ما حتعين لي انا حتقعد كده كده ممكن ما عليك لكن انت عارفه شنو انا هسه المود حلو المود جميل المود جميله ايه رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وفي فقرتنا الدخان بتاعنا بتاعتنا الافكت توحيده جات شفنا مع بعض كواليس ضيف مميز وكواليس كل الفقرات اللي كانت في برنامج كنداكيس وبالحديث عن الضيف المميز معنا في الاستوديو من أميز الضيوف اللي عندنا الليلة منتج البرنامج محمد هاشم مرحبا بك محمد هاشم أهلا منورنا نورتنا وشرفتنا يا محمد هاشم الليلة وضيفنا المميز جدا جدا محمد هاشم وبرنامج كنداكيز الفكرة والحلم كلمنا عنه طيب هو بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وأهلا بالمشاهدين طبعا أنا ما متعود على موضوع الإضاءة الإضاءة من أي مظبطة نشوف الحاصل شنو لكن نقعد بصادة كده هو بالفعل برنامج حلم يعني أنا يمكن مما لقيت وقام وتكلمت لي عن البرنامج فحسيت أنه هي عندها بوينت محدد عايزه او نقطه محدده عايزه توصلها عن طريق البرنامج جات فكره البرنامج في انه هو برنامج اجتماعي تمام اسبوعي يكون كل اسبوع بتناول قضايا بطريقه علميه يمكن دي الحاجه اللي كانت اكثر حاجه ظريفه فيه وتخليه انه مختلف في انه هو بتناول قضايا بطريقه علميه غير كده انه روح البرنامج يعني المود بتاع البرنامج حتى اسم البرنامج كان عنده الحيز الكبير جدا كنداكيز يعني ثلاثة مذيعات فكان بالنسبة للناس كلها يعني حاجة مختلفة كده غير كده تاني يلا المواضيع بتاعت البرامج ذاتها المواضيع بتاعت الحلقات يعني حلقات مواضيع جريئة يمكن تكون بصورة بحد كبير كده يعني ما بتتهبش دائما نادرا ما إنها هي تتهبش العنف ضد المرأة الطلاق فدي كلها حاجات كانت بالنسبة لنا إنه بالنسبة لي أنا كمان هاشم إنه حاجة دي حتكون قوية شوية. طيب يا محمد هاشم يعني عشان نعكس للمشاهد كلنا عارفين انه كشركة انتاج سيفو ميديا كان يعني البرنامج ده بالنسبة لها حلم وانت كزول اصيل في حلم كنداكيز احكي لنا عن التجربة دي زي ما انت شايفها من زاويتك مما بدت فكرة لديكور لاختيار طاقم اعداد تمام طاقم عمل عامه هاي يلا برنامج كنداكيز كان بالنسبه لي في انه هو اول عمل ضخم كده او اول عمل لشركه سيفو ميديا فاحتمال يمكن ما كان قدامنا خيار غير انه نحن نكون متفردين فكره البرنامج جاتنا متفرده يعني دي حاجه يمكن تكون جاتنا لحد عندنا انه فكره متفرده فبالتالي لازم نبدع في تنفيذها بدينا انه نشوف بعد كده موضوع الديكور جاء ديكور انه هو بيعكس حضارة السودان اهرامات على كده فدي يمكن حاجة اكتر يعني وبالذات الصورة بتاعت الكنداكة يعني اللي عندنا دي فدي حاجة كانت قوية بانها هي تخلي انه البرنامج يطلع اقوى من الحاجة ان احنا اساسا كنا متصورينها في شكل حلمنا حتى تمام التصميم بتاع الديكور كان هو دي الحاجة يمكن كانت غريبة انه جمهور شكل القعدة ثلاثة مذيعات شكل الترابيزة شكل المكان الضيف المميز دي يمكن دي حاجة كانت فاصلة بين البرامج الثانية وبين كنداكيز واختيار فريق العمل اخترتوهم اختيار فريق العمل دي يلا الحاجة اللي كانت بالنسبة لنا إنها هي كان إحنا شركة بادية لازم نقوم نركز في اختيار فقمنا بدينا نختار في إنه الكوادر اللي هي أساساً قبال كده عندها خبرة حتى لو بسيطة أو كده في إنه إحنا نقوم جيب الناس ذي انهم يكونوا جزء من الحلم بتاعنا او جزء من برنامجنا كنداكيز تدريب جميل التدريب نحن لانه الشركه جايبه معدات واجهزه يعني اول مره يمكن تكون في السودان على مستوى عالي جدا فكان لابد من انه يكون في تيم بتاع تدريب فكان في عقودات كان في تعاقد مع جهات من برا جات دربت لنا الكوادر بتاعتنا تحديات طيب اللي واجهتكم شنو عموما الصعوبات اللي واجهت البرنامج لحد ما بقى بشكله الحالي تمام التحديات يمكن
اكبر تحدي كان بالنسبه لنا انه هو اول انتاج. تمام، ده كان هو يمكن اكبر تحدي. في حاجات ممكن بتكون صواغط انت بتتلافاها مع الحلقات اللي قدام، فاكيد كلها ان شاء الله اللي قدام حتكون ما في ان شاء الله في الموسم الجاي حتكون اعلان يعني هسه الموسم الجاي دي. طيب الحاجه دي مطمنه، ممكن اختصرت عليها السؤال. انتم كشركه سيبو ميديا وكشركه منتجه، وده اول برنامج يعني انتاج، اول انتاج تلفزيوني ضخم بالنسبه للشركه وبرعايه ام تي ان، هل بتشوفوا ان البرنامج ده حقق احلام الشركه؟ والله هو حقق احلام الشركه دي حاجه انا ما بتكلم عنها كمنتج كإدارة شركة عليا فوق كده، لكن هو من ناحيه مستوى ظهور الاداء احنا بنتكلم عن الـ عن الـ بالضبط كده. هو حقق يعني هو حقق حاجات كثيره شديد، حقق انه يمكن برنامج كنداكيز اول برنامج نسائي بحت في السودان، يعني بتقدموا ثلاثه مذيعات بتناول قضايا بتخص المراه والمجتمع. يعني دي يمكن حاجه هي دي الحاجه القويه في البرنامج. تمام، كشركه سيفو ميديا هي لو ما كانت مؤمنه اساسا بالفكره ما كان نحن للاسف بنكون قاعدين في الحلقه الاخيره من الموسم الاول وبنتكلم عن الموسم الجديد. الموسم الجديد بين كت واجيف وفي مطره وفي هواء والحاجات الكثيره اللي حاصله دي، تصوير البرنامج وانتاجه، كلمنا عن الكواليس شويه وكيف الحاجات دي كانت بتتم. تصوير البرنامج يمكن كان يعني لانه التيم اللي كان في البرنامج يعني انا بحييهم كلهم بشكرهم كلهم، يعني مصورين معدين في الاضاءه في الصوت مخرجنا عظيم فدي كلها حاجات كانت انه قوه الناس دي او هم انهم مؤمنين بالفكره بتاعه البرنامج ادت انه في فرق كبيره، لانه البرنامج يكون مثلا من تجربه اولى لانه برنامج يكون ناجح جدا. كان في ناس بيصور جمعه حلقتين عده واحده من يعني احنا لما نجي نتكلم عن البرنامج نتكلم عن ضغط الشركه بنتكلم عن البرنامج تصور في فتره قصيره 24 حلقه، كان ناس بتصور حلقتين في الجمعه وفي ايام السبت وبتشتغل طول ايام الاسبوع بتشد حلقات، وناس شغاله بتخلص من شغلها بتخلص من دوامها بتجي بعد الساعه 4 بتشتغل وبتجر لحد الساعه فريق الاعداد بيعملوا ثلاث حلقات في اليوم الواحد وبرسلوا البريف قبل. كلمنا عن الحاجه دي، كلمنا عن التجربه دي كانت اكثر زول عجبكم منه مثلا، والحصل شنو في الحلقات دي في ترتيب الحلقات؟ انا ما حتكلم عنه ما حتقول كان حقنا الموضوع ده هنا لكن الفكره بتاعت الضغط بتاعت التصوير هي دائما بيقول لك، مش بيقول لك الضغط بولد الابداع، فدي حاجه انا ولد التكرار برضه يعني كواليس. لا والله يعني انا شايف انه يعني من البدايه لو الناس كانت بتكرر مع الضغطه مع التصوير الكل يوم على هنا كده الناس بقت انها ما محتاجه انها تعيد حاجه. استفادت سيفو ميديا من التجربه بالضبط كده. طيب برنامج كنداكيز وهسه بقى في هاشتاج كنداكيز عربي وانجليزي في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وصفحه كنداكيز في الفيسبوك وبتلقى كنداكيز في انستغرام وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي. كلمنا عن تفاعل الناس مع السوشيال ميديا وكنداكيز. طيب يمكن انا حقوم احكي لكم حاجه بسيطه جدا. يمكن احنا التفاعل بتاع السوشيال ميديا في البدايه اول ما بدينا تمام كان بسيط، لكن لما البرنامج نزل والناس شافت البرنامج وشافت فكره البرنامج التفاعل يمكن يكون في حكايه بتاعت 4 أيام زاد بصوره خياليه جدا. تمام يعني اي زول ما كان انا عن شخصيا ما كنت متوقع انه ياخذ زمنه، يعني زي اي صفحه بتاعت سوشيال ميديا لما انت تقوم تبدا. لكن لا يعني تقريبا كان في اول 3 أيام نحن عملنا 1500 تقريبا. طيب النقطه اللي توجه للبرنامج النقد اللي توجه للبرنامج انا ما باخذته، يعني انا في نفس ما بهمله في نفس اللحظه ما يعني ما باخذه انه هو حاجه اساسيه في حاجاتنا. تمام لانه انت كشركه وانت كبداية من اللحظات عينت للانتقادات كده قلت يا اخي الحاجه دي مثلا سيئه؟ لا والله يمكن ما في ولا لحظه انه انا خطيت انه الحاجه دي سيئه، حتى لو كان انه والله يا اخي الاراء الانتقاد حار ولا كده، لكن باخذ انه للاحسن ان شاء الله. يعني النقد بيكون سلام، يعني الورقه اللي كانت بتجينا قبل كل حلقه بانه ما تعملوا كذا وما تعملوا كذا واصيغ الحاجه الفلانيه وهنا دي كانت مبنيه على راي الجمهور والانتقادات اللي بتجيهم ولا بس الجمهور التيم أكيد. حتى الجمهور يعني احنا حتى الحلقات يكون في سؤال قبل كل حلقه تمام بناخذ الاراء بتاعت المتابعين في السوشيال ميديا وبنترجمها لانه نحن في الموضوع بتاعنا بتاع الحلقه ذاته.
بتكون مأخوذة بعين الاعتبار. بعدين احنا في السوشيال ميديا دي بنشكر رشا عثمان، كانت يعني لصيقة بالبرنامج، لصيقة بكل اللايفز، لايف لينك والاستبيانات والفيديو. ايوه صح صح، فكان تواصل جميل جدا، وبنشوف التعليقات على فكرة، حتى الانتقادات الحارة بنجيبها وبنقراها وبنشوفها. يعني دي كانت احتمال حاجة خلت البرنامج ذاته خلتنا نتطور احنا في روحنا. فاطمة تعملي كده، لما نشوفك بتعملي كده بتشتتينا، لما فكان في تفاعل حلو في السوشيال ميديا. احنا يعني برضه نشكر الناس اللي برا عليه يعني. ف والله انا ما اعرف انتم، مش احنا مش مفروض نشكر الناس دي يعني. احنا مفروض يعني كان بتمنى انه كان كلهم يكونوا قاعدين معانا الناس اللي ترويجه دي. ساره الميك اب، وبراح الكناني في التصوير، وواصل في الماليه، وقاسم في التصوير، وحاطين دي معاه في التصوير، وبراء في التصوير. ناس ما شاء الله يعني. واحنا لو بدينا شكر ما بنخلص، لو بدينا شكر الموضوع ده احنا حنقعد لحد الموسم الجاي ان شاء الله. فإن شاء الله نحن موعودين بموسم جاي إن شاء الله متكامل، يعني حنصلح فيه جميع الأغلاط ممكن نقول، أو التحديات اللي لاقتنا الموسم ده نحن حنحاول نحن نتلافاها في المواسم الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا بنشكرك جدا جدا على وجودك الليلة، وبنشكرك على دعمك المستمر وعلى حضورك الأنيق يا محمد هاسم. نشكر سيبو ميديا على الإيمان، وبنشكر الشركات الرائعة على إيمانها بالفكرة وبالبرنامج، ونشوفكم الموسم الجاي. أيوة خلي يعني كنداكيز برنامج ومبادرة منكم وليكم وبيكم بكل تأكيد.